يا سلام. ما فكرتش لما تعوز تشتري جمل في مصر ممكن تروح فين؟ 500 الله يرزقك. طب هل تعرف ان اكبر سوق جمال في مصر في حته اسمها برقاش؟ وان اسعار الجمال ممكن توصل ل على ايام اللي بعد 130,000. احنا دلوقتي الساعه 7 صباحا في سوق الجمال في برقاش. يعني عمري ما تخيلت ان في مكان زي ده في مصر. اسمع عنه كتير بس ما تخيلتوش. معلم محمد، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ محمد بيه هو ملك السوق. لا احنا على الله. 34,500 انت المفروض بتعمل ايه في يومك؟ المفروض ان الجمال دي كلها تطلع دلوقتي بحر. انت اصلا الشغلانه دي ابا عن جد؟ جدود جدودي بفضل الله، جدي جد ابو ابويا وابويا وانا واولادي. ولادك دلوقتي كمان نفس الموضوع في المدارس ومعايا هنا. ايه الموضوع بقى جه منين من زمان؟ هم ايه اللي خلاهم يبداوا في موضوع الجمال؟ لا دي الحاجه اكيد هو اللي اكيد يعرف فيها دي. مش قد الجمال. انت اصلا منين يا حاج؟ من نجع حمادي. انا رحت الصومال جبت 10,000 جمل في 86 شهر 10، جبت 88 شهر 1. رحت علواق بعد خدت السواق ب 1000 كيلو صار. وانا طالب لسه في الجامعه كمان. رحت جبت 10,000 جمل على اعود نمبر 1، جايين من كينيا وجايين من اثيوبيا، دخلوا على الصومال ورحت اشتريتهم كلهم وشحنتهم في 10 مراكب. اقل حاجه جمل 600 كيلو اربع، واعدان تفتح بوت لي كسر جود كسر 4. لا الشغل الجدود جدود جدود جدودي من الله. خدت بالك انت الراجل ماسكه من شفته كده، ماسك الجمل من شفته، يعني مش بيضايقه ولا حاجه، ولكن هو الفكره ان هو عايز يوري اسنانه عشان هم الناس بتعرف سن الجمل ده من اسنانه. فاعتقد يعني برضو ده ليه علاقه ان هو بيعرفوا حالته، هل هو كويس ولا في مشكله من الحته دي. مستنيين الناس الاول تدخل الفلوس، اللي خد الاسبوع اللي فات مستنيين يدخل تحصيل عشان نعرف نبيع ايه، نبيع للناس دي تاني. عشان الناس تشتري لازم تدفع فلوس اللي اشتروها الاسبوع اللي فات. اه طبعا. معايا واحد 500 انت الله يسهلك يا رفعت، هات غيره يا رجاله. مش عندنا اوراق ولا امضى ولا وصوله. لو امضي يعني مثلا لو واحد قلت له امضي ومضى انا خاف منه، انا خاف منه طالما مضى، قال لي كلمتين ما لهمش لازمه وسابني ومشي، نعرفه ان هو راجل كده هيدفع الحاجه. خد بمليون، خد ب500، خد ب400، خد ب300. اللي بياخده الجمعه يجيبه الجمعه الجايه. شايف العمه اللي هو لابسها دي؟ شغال بيه بالكرامه والشرف. كلمه شرف. 30 الباشا 500 7 معايا 37 500. قبل ما نطلعها لازم الاول يقعدوا يهللوا الاول الرجاله، يفضلوا يغنوا كده زي حاجه اللي هو عشان الزبون بيجي يلموا الناس عليهم. لا اما في علامه ثانيه بعملها انا، بضرب صاروخ في الجو كده المزاد عندي بدا. بس انا عشان ابن اختي لسه متوفي يعني بقاله كام شهر، فعيب ان انا اعملها يعني. طبعا عربيات هنا نص نقل شغال الله ينور، لان هم ايه كل اللي بيشتري جمل بيحمل على طول. والله لو بتاعت دول لا لكن صعب غايب. بس بمية بمية انت طب دفعنا لك المية خد. والله لو بمية هو يبيع بعد اذنك. الله يسهل له 34. الله يسهل له بعنادة. الله يسهل. المفروض بقى الجمال دي اللي موجودة هنا دي بتوعك ولا انت بتشتريهم؟ الجمال اللي في السوق دي كلها بتاعت ناس سودانية بتبعت لنا من زمان الزمن بكلمة شرف، ما يعرفوش شكل المكتب عندنا هنا اصلا، فبيجيبوا لنا على ايه؟ على كلمة شرف. ممكن ما يبعتهاش مع حد، يبعتها كده تيجي مع نفسها، واحنا بنبيع بينه وبينه ربنا. وانت ولا عمرك شفته ولا هو شافه؟ جاي على سمعة العيلة بس. ومثلا كشفه يمكن يطلع ب5 مليون. كان اخويا الله يرحمه عبد الفتاح الوجيه كان اكبر تاجر جمال في مصر واصغر صاحب مكتب. كان عنده فتح الاعتماد ده كان عنده حاجه و30 33 لما فتح الاعتماد بتاع 10,000 جمل ده. ودى الرجاله فشل، قال له هاتوا عبد الوهاب ودوه. كان عندك كام سنه؟ 27 28 بس متوحش يعني خبره جدودي. رحت بقى قلت لهم انا عاوز الجمال فين؟ قلت لهم كلمه واحده، نلغي الاعتماد نطلع على البلد اللي فيها. قالوا علوان. قعدنا 6 ايام في الطريق، جابوا 450 جمل من نمبر 1، كان فلوسهم بالشلن، خدتهم على 42,000 شيل. 10,000 جمل دول بقى عملوا ساعتها عبد الفتاح الله يرحمه باعهم في شهر، مات 39 سنه، قعدنا فرشين فيه سنه كامله ناخد العزا. جميع مخرجين الاذاعه كانوا ما يستعجبوا، حاله نادره. فكره ان اسعار مختلفه، يعني تلاقي جمل ب 36 واحد ب 27، فهو كل حاجه وليها ثمنها والمزاد بيخلص على سعر معين. الله يسلك. عد منه عد منه كل واحد حسب المزاد هيرس عليه بكام. طبعا لو الجمل جامد او الشخص اللي بيشتري شايف ان هو جامد هيعلي في السعر، مفيش رقم ثابت يعني. 35 35 ونص للمعلم هنا، 36 هنا، 36 ونص ابراهيم ونص. يفتح الله. الله يبارك له. الله يبارك له. الجمل دلوقتي سعره كام؟ حسب وزنه. ما هو الجزار ده بيشتري وزنه. وزن بس ولا حالته ولا لا إيه؟ حالته ديت لو هي جميل. هيخش اللي هو الانيه اللي هو العلف، او هيخش مثلا اللي بتوع الهرم. ما هي جمال الاهرامات دي مش اي جمل، مش اي جمل يتركب، مش اي جمل يتساق، مش اي جمل يتحط عليه حاجه. يعني كل جمل ليه وظيفه. اغلى جمل فيهم ايه؟ جمل الشغل طبعا. في جمل ممكن يتباع ب60,000، ممكن جمل يتباع ب80,000، ممكن جمل يتباع ب40,000. هو حسب صغير كبير، ما هو مراحل. وليه 17 مرحله يعدي بيها الجمل.
الادم اول ما تولد حوار، تاني سنه حاشي مفروض حج جدع جوز اربعه سته مطرف بازر جمل شباب جمل شباب تاني جمل ناب حاتت لفته يعيش الجمل حاليا 23 25 سنه، اول كان يعيش 40 كان المراح جامد، النهارده المراح بتاع السودان مش هو زي الاول. طب السن لما بيكبر الجمل بيبقى سعره بيبقى اكبر ولا لا؟ سعره بيبقى اقل لان ده الجزارين بتاخده تفرمه بيبقى فرمه في الكفته حلو، كل ما يكون صغير كل ما يكون احلى. لا ما هو صغير حلو في الطبيخ لكن الكبير حلو في الكفته سبحان الله. ايه اغلى جمل انت شفته او اتباع هنا في السوق؟ ما هو الاسواق دي زي اللي اقول لك زي الدولار، مره يطلع ومره ينزل. على ايام اللي انباع ب 130,000 ب 55 لا ب 4. الله يسهله الله يسهله يا معلم استفتح بيه. دي كده ما تمتش، عايز يبيع ب 55 والتاني عايز يبيع ب 45 والتاني عايز يشتري ب 45. الجمال بقى اللي بتيجي السوق هنا بتيجي منين؟ بتيجي كلها من السودان، يا من السودان يا من ليبيا يا من الصومال اثيوبيا كينيا جيبوتي. انت بيجي لك وانت بتحط عليه نسبه؟ طبعا عموله ثابته زي المكتب اللي جنبي زي المكتب اللي بعده. لا هو على الجمل 400 جنيه 500 جنيه ونفس الكلام الجزار 400 500، فباخد عموله من ده واخد عموله من ده. ده ببيع له شقق على 15 يوم على اسبوع، والتاني بدي له فلوسه كاش. يعني لو جاب 100 واحده مثلا في 40,000 الجمل في 45,000 100 في 45 في كذا بخصم عمولتي وبديله الباقي. طب وتجارة الجمال دي مربحة؟ دي أرزاق. في ناس بتنجح فيها توفيق من الله وفي ناس ربنا ما بيريدش. الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. فالجمل ده طاهر، بعدين التاجر يكون طاهر. هو التاجر ايه؟ ته ألف جيم ره تقي أمين جريء رحيم، ما يكونش سفاح. التاجر الصدوق مع الأنبياء. كل جزار بيحب مثلا قرفه صاحب مكتب، يعني مثلا متفائل بيك اخد منك البيمه بكسب فيها قرف ارزاق. استنى مثلا محمد، استنى ابراهيم، استنى عبد الفتاح، استنى وجيه. في اليوم الهادي بتبيع كام واليوم العالي بتبيع كام؟ يعني مثلا النهارده الجو هادي فممكن مثلا النهارده بحدود 100 150 واحده، اليوم العالي مثلا في المواسم ممكن توصل تبيع 700 600. والجمل الشيء الوحيد لو عيه يموت، الشيء الوحيد اللي خالي من الامراض، الشيء الوحيد اللي ما فيهوش كوليسترول، اللي عنده السكر ياكل لحمه اللي بتأثرش معاه، الشيء الوحيد اللي طاهر الجمل، الشيء الوحيد اللي هو يتحمل الصعاب الجمل. بعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظر الإبل كيف خلقت خيروا قبل السماء والأرض، لأنه شيء عظيم. الجمل ده كلية بتاعته مستطيلة. الشيء الوحيد اللي ملوش مرارة الجمل، الشيء الوحيد اللي عنده فلاتر ربانية من الداخل لو جاع تحلل جميع جسمه يتغذى منها الجمل. ودي كانت جولتنا النهارده من سوق برقاش، سوق الجمال، واحد من الاماكن اللي انا ما كنتش متخيل ان هي موجوده في مصر. طول ما الواحد عايش في مصر طول ما الواحد بيكتشف اماكن جديده زي المكان ده. سوق برقاش هو اكبر سوق للجمال، يعني الجمال بتيجي من كل حته عشان تتباع هنا. يا رب يكون فيديو عجبكم وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.